وهذا التوحيد أيها الكرام هو دين الفطرة، فإن الله سبحانه وتعالى فطر العباد كلهم على هذا التوحيد، توحيد الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في الحديث الصحيح مبينا عليه الصلاة والسلام هذه الفطرة، مبينا به عليه الصلاة والسلام هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. وجاء في الحديث القدسي حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ومعنى خلقتهم حنفاء أي على التوحيد وعلى الإخلاص، لكن الشياطين اجتالت الناس عن دينهم وحرفتهم عن هذه الفطرة العظيمة وأهلكتهم في أودية الضلال وصنوف الانحراف التي لا حد لها ولا عد.